بسم الله الرحمن الرحيم، هنبتدي مع بعض بإذن الله. أول محاضرة ويندوز 8.1. وطبعا يا جماعة، أما نحب نتكلم عن ويندوز 8.1 لازم نذكر الأول ليه ويندوز 8 وليه مايكروسوفت غيرت الانترفيس تماما من ويندوز 7 لويندوز 8، وليه بعد ما نزل ويندوز 8 نزل تحديث ليه اللي هو ويندوز 8.1. فهنحاول نتكلم باختصار عن الفكرة نفسها وإيه اللي خلاها ظهرت بالشكل ده. طبعا زي ما احنا عارفين، ويندوز 7 نزل شهر 9 2009، وكان طفرة في حد ذاته، بس يعني ما حسيناش باختلاف كبير. يعني الستارت منيو حصل فيها بعض التعديلات، ان هو بقى فيها سيرش بوكس اقدر ان انا اكتب فيه مثلا سواء موقع على النت، او سواء ان انا هعمل سيرش على اي ملف الجهاز. زي ما انتوا عارفين الادفانس سيرش اللي كان في اكس بي ده اتلغى، فبقى ان انا اكتب اسم ملف هو بيبتدي يسيرش عليه على الجهاز ويظهره لي، وبعد كده يظهر لي المكان اللي هو موجود فيه. يعني ما بقاش فيه نفس اللي احنا اتعودنا عليه في السيرش القديم. لكن يعني الموضوع ما اختلفش بشكل كبير، يعني كل اللي اشتغل على اكس بي اشتغل على 7، ما كانش عنده طبعا مشكلة كبيرة، غير طبعا يعني بعض الاكسبريشنز اللي اتغيرت في كنترول بانل. يعني مثلا كان عندنا اد اور موف في اكس بي بقى اسمها بروجرامز اند فيتشرز، عندنا يعني ديت اند تايم زاد فيها اوبشنز ان بقى فيها اديشنال كلوكس، عندنا مثلا في الديسبلاي الدايلوج نفسه بقى اكبر، غير ظبط الريزولوشن بقى فيه اوبشنز كتير جدا. وبرضه كل ده هنتكلم عليه بالنسبه لويندوز 8.1 والتغييرات اللي حصلت. لكن ليه نزلوا ويندوز 8 وليه نزل بالشكل اللي احنا شفناه ده؟ طبعا يا جماعه، زي ما انتم عارفين السمارت فونز هي حاليا بقت هي الشغل الشاغل للناس الموجود، وخدت يعني ليها رواج كبير جدا حاليا في الفترة الحالية. ده من بعد، يعني لازم برضو الواحد يقول، من بعد ظهور الايفون والطفرة اللي عملها بالنسبة لاستخدام التليفونات التاتش سكرين، ان هو قال كل اللي انا محتاجه كهاردوير للتليفون هي شاشة، والابليكيشنز هتبدأ تطبق لي كل اللي انا محتاجه، او اي اوبشن انا موجود ده عايز اعمله مفيش اي حاجه هتأيدني، لان اقدر اظهر الزراير عباره عن تاتش باتومز ادوس عليها تنفذ اللي انا عايزه. غير زمان التليفون العادي كنت انا مرتبط بزراير معينه، ممكن انا بقى عايز احدث التليفون اضيف له ابلكيشنز، كان الموضوع صعب جدا ان انا مرتبط بمفاتيح موجوده في الجهاز لازم اقيد نفسي على اساسها. فبالتالي لما العالم كله خد المنحة ده، كان لازم مايكروسوفت يكون ليها دور في نفس السوق، وإلا زي ما انتوا عارفين أكيد كان هتبقى مشكلة بالنسبة لها وكان ممكن تنتهي. فنزل ويندوز 8 اللي هي بنسميها مترو ستارت مينيو، ودي خدت نفس الانترفيس بتاعت السمارت فونز. يعني زي ما احنا هنستعرضها دلوقتي بقت عبارة عن ايكونز، وطبعا مع التاتش سكرين بتتعامل معاها كأنها بتستخدم فعلا موبايل. وحاليا ويندوز 8 لو عندكم فكرة بقى بينزل على بعض التابلتس، يعني سامسونج اول شركة ابتدت تنزل ويندوز 8 على التابلتس بتاعتها. ايه طب نرجع بقى مثلا ليه ويندوز 8 نزل؟ ليه في ويندوز 8.1؟ الإجابة بسيطة جدا، أما نزل ويندوز 8 مايكروسوفت كانت متخيلة إنها ما هتخلي ويندوز 8 بالإنترفيس الجديدة دي إن ده هيخلي الناس تتعود عليه زي ما اتعودت على سمارت فونز بالنظام الجديد، برغم إن كان في نظام السيمبيا مثلا بالنسبة لنوكيا والناس كانت متعودة عليه، ورغم كده اتنقلت للسمارت فونز الجديدة وما كانش عندها أي مشكلة. بس للأسف تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن زي ما بيقولوا.
لان طبعا اول ما نزل ويندوز 8 الناس اتضايقت منه جدا. اول حاجه اختفاء ستارت منيو باتوم اللي كان موجود على الشاشه من على الشمال زي ما احنا عارفين. تاني حاجه ان بقى يجبرني لما انا بفتح الويندوز لازم يدخل على الستارت منيو، مبقاش يدخل على الديسكتوب اللي هو ايه الكومن انترفيس اللي انا اتعودت عليه. غير كده السيرش نفسه بتاع الستارت منيو مبقاش يتفاعل معايا بشكل جيد زي ما انا كنت متعود عليه في ويندوز 7. يعني مثلا بمعنى لو كتبت موقع ما بيطلعليش نتائج الحاجات الشبيهة زي ما انا كنت بعمل في ويندوز 7، او لو حاولت مثلا سيرش على ملف ما بيطلعليش النتائج. مثلا كنترول بانل عايز اخش مثلا وليكن اكتب كلمة فيتشرز على اساس ان اجيب البروجرامز اند فيتشرز، ما فيش استجابة. فبقى السيرش يعني وظايفه بقت قليلة جدا، وده طبعا كان هيعمل مشكلة، يعني هيلغي اهم ميزة في ويندوز 7 وبعديها ويندوز 8. دي يعني اول حاجة عالجوها ان هم رجعوا مفتاح ستارت منيو، والسيرش نفسه بتاع ستارت منيو بقى رجع زي ويندوز 7 بالظبط، اي حاجة بكتبها بتظهر لي نتائج على طول. ده اولا. ثانيا يعني على استحياء كده اضطروا ان هم يوافقوا على كلام الناس من ناحية ان انا عايز الويندوز يخش على ستارت منيو، يخش على الديسكتوب اسف، بدل ما يدخل معايا على ستارت منيو. ده اوبشن فعلا بقى متوفر ان انا عايز الويندوز اول ما يفتح لي على الديسكتوب بحيث هيتعامل معايا زي ويندوز 7 او فيستا او اكس بي، ولا يفتح على نيو ستارت منيو للمترو بحيث ان انا اتعامل مع الابس الموجودة، يعني كل برم الميل والستور والويذر وكل ده برضه ايه هنتكلم عليه. اهم بقى نقطة ويندوز 8 اليوزر اكاونت كنترول. حاليا يا جماعة اليوزر اكاونت كنترول لو اكيد في بعضنا سمع ان بقى صعب الغائه، وطبعا ده عملية مشكلة مع اهم برامج داتا دور الجوس ومع بعض البرامج اللي احنا بنستخدمها، زي مثلا اي برامج بعملها باتش زي الانترنت داونلود مانجر او غيره. ليه؟ لان هو اجبرني ان انا حتى لو عملت اليوزر اكونت كنترول 0% بيتني شغال مثلا وليكن كانوا 33% في ويندوز 7. وبالتالي يعني حاجات كتير من ضمن الحاجات اللي كانت بتضايقنا، مثلا عايز اعمل كوبي الملفات من الدي مثلا للسي وليكن كهيك عايز اعمل، فبقى طبعا يقول لي اكسس دينايد ولازم اعمل ايه كونتينيو. مثلا عايز اغير ابسط حاجة، محمد بعتذر لك. احنا كنا وصلنا لفكرة ان اليوزر اكونت كنترول طبعا في ويندوز 7 كان بيمنعني ان انا اغير مثلا وليكن اسم البارتيشن. يعني ما ناس كتير بتحاول بتسمي او اس سي او ويندوز او الكلام ده، كان ايه يقول اكسس دينايد وبيبقى بيرميشن لازم اعمل كونتينيو. طبعا هتقولوا لي يعني معقول الموضوع ملوش حل؟ طبعا ليه حل، واقدر الغي اليوزر اكونت كنترول، بس كانت مايكروسوفت اذكى مننا في انها ربطت ملف الكي اللي انا بعمله ديسيبل بستارت منيو والابس الموجوده فيه. فانا لو حاولت الغي اليوزر اكونت كنترول بيقولوا لي خلاص احنا موافقين انك تلغيه، بس بشرط تستغنى عن كل البرامج اللي احنا عاملينها في ويندوز 8 اللي اصلا بتفرق ويندوز 8 عن ويندوز 7. فبالتالي يبقى انا عملت ايه؟ يعني ما يبقى استخدم ويندوز 7 وخلاص، طبعا ان انا هلغي اليوزر اكونت كنترول وهلغي كل الابس الموجوده في ستارت منيو. يعني اهم حاجة الستور مثلا مش هقدر ادخل عليه، اللي هو بقت تتميز بيه مايكروسوفت دلوقتي وعليه مجموعة برامج كتير جدا. نرجع طبعا ايه اللي خلاني اتكلم في فكرة اليوزر اكونت كنترول. اقول لكم يا جماعة ببساطة مستخدم الجوز
للأسف مستخدمي الجوس عشان يستخدموه ويديهم كفاءة مظبوطة هيضطروا يلغوا اليوزر اكونت كنترول زي ما بقول من الريجستر، هيغير الفاليو بدل ما هي واحد هتبقى زيرو، بس بالتالي هيبقى كأنه بيستخدم ويندوز 7، يعني ستارت منيو هيبقى فيها كل البرامج الموجودة بس مش هقدر اخش على الكومن ابس الموجودة في ستارت منيو زي الويذر زي بيبول زي ميل، وطبعا زي ما انتوا عارفين السكاي بيتضاف مؤخرا وفي فايبر وهكذا. في طبعا يعني ايه خلاص مش هنعرف نستخدم، يعني الناس اللي بتحب تستخدم جوس مش هتعرف تستخدمه، لا تعرف تستخدمه بس للاسف بقى يعني عشان تستخدمه ما تستغناش عن البرامج دي في بعض المشاكل يعني واجهتني انا شخصيا مع الجوس، ان هو لو حاولت تخش على اي برنامج منهم الجوس بتلاقيه سكت تماما، ما يعني بيقف ما بيدكش اي نتائج. فبالتالي يعني برضو ده عن تجربة شخصية، مستخدمي الجوس واللي بيحب اللي بيحبوا يستخدموه فاهم متعودين على نظامه ممكن يستخدمه في اي حتة في ويندوز 8 اذا انه يدخل على اي برنامج من البرامج ستارت منه، ودي انا شايفة مش مشكلة كبيرة قوي لغاية ما نلاقي حل يعني جذري فعلا الموضوع. يعني فكرة ان انا اقدر اخش على ماي كمبيوتر، اقدر اخش على ماي كمبيوتر، اقدر ان انا اظبط اي حاجة في كنترول بانل، اقدر اخش على السيتنجز مثلا الخاصة بالصوت الخاصة بالديسبلاي تغيير اللغة الى اخره، كل ده اقدر اعمله مفيش اي مشكلة. اقدر اخش على ستارت منيو واتحرك عليه، اقدر اخش على ستارت منيو واتحرك عليه، اقدر ان انا اجيب الاول ابس طبعا زي ما هي بالشكل الجديد اقدر اجيبها واي برنامج انا عايزه هفتحه، اقدر استخدم السيرش بتاع ستارت منيو هقدر استخدمه مفيش اي مشكلة. كل اللي هيواجهني البرامج نفسها الخاصة بويندوز 8 اللي هي المفروض بتميز ويندوز 8 عن اي ويندوز تاني اللي هي في ستارت منيو الاساسي. فاحنا يعني هنتكلم عن الويندوز بشكل عام وعن ستارت منيو هنستعرضها، انا حاليا الجوز شغال قدامي، وقت ما هنبدأ نخش على البرامج نفسها هنستخدم ال NVDA وهنشوف برضو بيتعامل ازاي مع البرامج الموجودة في ستارت منيو. هنلاقي برضو يعني هنكمل كلامنا بالنسبة للاختلافات بين ويندوز 8 و 8.1. طبعا احنا كنا في حاجة مشهورة جدا في ويندوز 7 حاجة اسمها Performance Informations and Tools، ناس كتير طبعا كانت بتحبها لأنها كانت بتشوف من خلال أداء البروسيسور أداء الرامات أداء الهارد ديسك. للأسف يا جماعة ده اختفى في ويندوز 8.1، وطبعا أنا لغاية النهاردة ما عنديش تفسير ده ليه حصل. بقى البديل دي حاجة اسمها Force Performance، ودي ما بتتمش يعني مانوال، ده بعد ما بتسطب الويندوز بتلاقي الموضوع ده ابتدى يتم اوتوماتيك كأنك انت رحت عملت Refresh Your Computer أو Hit Your Computer زي ما بتبقى موجودة في ويندوز 7. من اهم برضو الاختلافات اللي حصلت بين ويندوز 8 و 8.1 كان يعني الناس اللي استخدمت ويندوز 8 في مشكلة كبيرة جدا في ان انا ازاي اعمل شات داون. كان اللي بيحصل ايه قدامك طريقتين، يعني احنا دي هنتكلم عنها عملي، اروح على ديسك توب كده واقوم دايس الت اف 4، طبعا الدايلوج ده مش غريب عليكم، ده موجود من ويندوز 2000 وميلينيوم. فايه عادي جدا الديالوج اهو مفيش مشكله، بس طبعا ايه مع الاختلافات وهنتكلم ليه ساين اوت ليه ما بقتش لوج اوف زي الاول، وفي سليب طبعا موجود وشات داون وريستارت. سليب طبعا زي ما انتوا عارفين انا ممكن اضيف الهايبر نيت زي 7 بالظبط عن طريق ان انا الغي الهايبر سليب في باور اوبس، دي ما فيهاش مشكله، لكن هو حاليا طالما هيعمل سليب هيبقى عمل هايبر سليب، بمعنى ان انا لو عملت ستاند باي وفي اي وقت النور قطع مفيش اي مشكله، هيبقى هو كده كده فعلا عمل هايبر نيت واقدر ان انا اشغل الجهاز ويعمل رزوم من الهايبر نيت عادي جدا. طب دي كانت اول طريقه، ودي شخصيا
اول ما انا سطبت ويندوز 8 الساعه 8 نزل اللي هي البيتا بريفيو، قعدت ادور ان انا اعمل شات داون ازاي قبل ما اعرف الطريقه بقى اللي مايكروسوفت قالت عليها، الطريقه بقى اللي هي الاساسيه اللي قبل ما ويندوز 8.1 يحل المشكله. بيحصل ايه معانا؟ بندوس ويندوز اي بيطلع لنا حاجه اسمها سايد مينيو، وليه مسمينها كده؟ لانها بتطلع من اليمين، يعني بالنسبه للمفصل العادي الماوس بيتحرك ناحيه اليمين وبيطلع لفوق، او بالنسبه اللي بيستخدم شاشه تاتش بيحط ايده ناحيه اليمين ويسحب ناحيه الشمال، فبالتالي بتطلع كارميلي. بص نستعرضها يا جماعه، موجود فيها ايه؟ موجود فيها كنترول بانل، برضه ما كانش فيه اي طريقه تانية تجيب لك كنترول بانل زي ما احنا اتفقنا، السيرش بتاع ستارت منيو ما بقاش فعال زي الاول. وادي بيرسوناليزيشن، دي طبعا ايه؟ نفس بيرسوناليز اللي هي كانت موجوده في ويندوز 7 لما تقف على الديسك توب وما تنشطش اي ايقونه وتدوس ابلكيشن وتختار بيرسوناليز. طبعا دي هي هي ما فيش اي اختلاف. وعندنا بي سي انفو، طبعا ايه زيها زي ما بندوس ويندوز بوز ونشوف البيانات بتاعت كده، البروسيسور والرامات واذا كان في انبوت تاتش ديفايس او ما فيش، وهيلب. هيلب طبعا ما فيهوش مشكله. ده ايه؟ هي معموله جروبس، ده اول جروب يعتبر من فوق، يعني انا بحاول ايه اقرب لكم الصوره شويه. تحت بقى جروب تاني، بص هنشوف فيه ايه. نتوركس طبعا غنية عن التعريف، احنا لو دوسنا عليها هيدخلني على نتورك اند شيرنج سنتر اللي احنا متعودين عليها في ويندوز 7. فوليوم طبعا ايه بيقول لي النسبة المئوية، وطبعا لو دوست عليه انتر مفيش مشكلة، اه بيتحرك معايا ده عادي جدا زي ما انا بجيبه من السيستم تري بالظبط في ويندوز 7، وادوس عليه برضو انتر فايه يديني نفس النظام. في حاجة طبعا مش هقدر ان انا يعني ثانية كده احاول ان انا اخليه يقولها، لا للاسف يا جماعة، حاجة اسمها برايتنس، دي طبعا هتظهر معانا في اللابتوب على اساس ان انا من خلالها اقدر اعلي واطي اضاءة الشاشة. بس هو بقى ويندوز 8 من ضمن الحاجات اللي بيتميز بيها ان اي حاجة ما تفيدنيش ما تبقاش مفعلة. نوتيفيكيشنز طبعا زي ما انتوا عارفين ايه زي التوز تيبس او البلومز اللي كانت بتظهر في اكس بي او بعد كده تانيتها موجوده في فيستا او 7، ممكن ان انا اعملها اوف فبالتالي مش هيطلع لي اي رساله. رحنا بقى ايه باور اوبشن، هي دي. بص يا جماعه هندوس انتر عليها، طبعا قال سليب خدنا بالنا ما قالش حاجه، دي مش مشكله في الجوس ولا كده، هو ده حقيقي فعلا مفيش اختصار. يعني بص انا ادوس اي حاجه مفيش اي حاجه حصل، يعني ده برضو كانت من ضمن المشاكل اللي ظهرت والناس اتضايقت منه، يعني قدام اهو سليب فمضطر ان انا انزل بسهم من تحت. يعني بالنسبه للكفيف لو حابب يستخدم القائمه دي لازم يكون برنامج نطق شغال، غير ما احنا متعودين انا ممكن يكون برنامج نطق مش شغال. محمد صوت ال نستكمل كلامنا تاني يا جماعه واسف على التاخير، معلش يا جماعة دايما بتبقى أو محاضرة كده مش كده، بس إن شاء الله المشاكل دي مش هتتكرر تاني. إحنا الحاجة اللي أنتوا ما سمعتوهاش مني إن أنا قلت إيه الاختلاف بين ويندوز 8 و 8.1 بالنسبة إزاي أعمل شات داون أو ستارت أو سليب. فأنا قلت في طريقتين قدامي، أول طريقة اللي أنا شخصيا اتعاملت معاه لما ما كنتش لاقي حل ان ازاي نطفي جهازي، ان انا وانا واقف على الديسك توب ندوس الت اف 4 فيظهر الديالوج المعهود اللي احنا كلنا عارفينه. اوكي بتن كانسل بتن وات دو يو وانت ذا كمبيوتر تو دو كومبو بوكس شت داون فور فايف. طبعا الاختلافات الخاصه بالجزء ايه؟ ساين اوت سويتش يوزر، يعني سويتش يوزر معروفه، ساين اوت دي هي الجديده وهنتكلم ليه ساين اوت. وسليب طبعا معروفة ان سليب هيعمل ستاند باي، ولو النور انقطع هيعمل رزوم بعد كده بمجرد ما انا اشغل الجهاز، لان هو بيعمل هايبر سليب، يعني بيعمل هايبر نيت وسليب في نفس الوقت. شت داون وفي شت داون وريستارت، دي الطريقة العادية. ايه الطريقة بقى الخاصة بويندوز 8 اللي هم قالوا عليها؟
في حاجة اسمها سايد سايد بار، نفس السايد بار اللي هو كان موجود فيه الكلوك، بس ده مع وضع مختلف. هنا بيجي ويندوز اي بالنسبة للكيبورد. Windows I settings list box control panel. بالنسبة بقى على الشاشة ايه اللي بيحصل؟ في طريقتين، يا اما بالنسبة للشخص العادي بيحرك الماوس في اقصى اليمين ويبدأ يطلع لفوق فيقوم ظاهر له، او بالنسبة للشاشات التاتش ظهرت بسحب بايدي من اليمين للشمال فبالتالي بيطلع معايا Personal بشكل. control panel. اول حاجة بتظهر فيه كنترول Control بانل، panel one of. ولسه ليها باع طويل معانا Personalization. انا كمان. وفي personalization، طبعا كلنا عارفين ان هي نفس personalize الموجودة على الديسك توب، اما انا ببقى واقف مش معلم على اي اختيار وادوس application واختار personalize اللي هو بحرف ال R او properties اللي كانت موجودة في اكس بي. ده بنظبط منها، بنحط الايقونات على الديسك توب، بنظبط بيها الباك جراوند الى اخره. PC info. بي سي انفو طبعا دي ايه، كانها دوست ويندوز بوز بالظبط، هيدخلني على البروبرتيز الخاصه بماي كمبيوتر وهلاقي فيها معلومات عن الجهاز، البروسيسور سرعته وبالنسبه لعدد الرامات الموجوده، بالنسبه مثلا ويندوز ده متاكتف او لا، نفس اللي احنا اتعودنا عليه في ويندوز 7. وطبعا بالاضافه ان هو بيقول لي في تاتش انبوت ديفايس او ما فيش، نفس اللي برضه كان بيحصل في ويندوز 7. Help. وفي هيلب، هيلب طبعا غني عن التعريف، وبرضه ما فيش مشكله هنتكلم عليه Networks called. فيما بعد. عندنا Volume. بقى Networks called. ده عباره عن جروب، انا طبعا يعني اعتقد ان انتوا سمعتوا صوتي بس ما كانش فيه صوت الجوز ده. الشاشة بقى متقسمة لجروب تاني، يعني هنا بالنسبة لنا هتنزل Volume called بسهم 70 من تحت button to عادي activate مفيش press space مشكلة، bar. بس Networks ايه called. انا كنوع من التخيل. الجزء التاني بقى موجود Set فيه ايه؟ networks colon network button to act. Networks. طبعا ده ما فيش خلاف، هيدخلنا على Network and Sharing Center اللي من خلالها مثلا ممكن اخش على Change Adapter Settings لو انا مثلا عايز اعمل Disable Enable، عايز اغير اخلي ال IP Manual او Volume Automatic colon 70 networks colon network زي ما button احنا to متعودين activate نفس press space الكونفجريشن bar. اللي احنا Volume عارفينه، colon وبرضه 70 button to هندخل activate press space bar. Volume colon 70 button to act. فوليوم. وطبعا ايه بيقول النسبة المئوية، لو انا دوست عليه انتر هيبتدي ايه، Enter. Volume up down 68. هيبتدي انه يتحرك 67. معايا 68. اهو زي ما انتوا 69. سامعين. 70. 69. 70. Escape. Volume. تمام. Networks. عندنا في حاجة للأسف مش ظاهرة قدامي دلوقتي بس لازم تكونوا على علم، لأن هتشوفوها المستخدم اللابتوب، حاجة اسمها برايتنس، بس للأسف ما بيعديش عليها ولو حتى مشبه الجوز كيرسر لانها بتبقى معموله انافيلبل بتختفي. ده برضه من الشغل اللي اتعمل في ويندوز 8، ان اي اختيار ملوش استخدام ما بيعديش عليه البرنامج الناطق ويقول لي انافيلبل زي زمان، لا بيختفي تماما من على الشاشه. بس انا بقول لكم عن تجربه، يعني البرايتنس طبعا زي ما احنا عارفين هيعلي ويوطي ضايه الشاشه زي بالظبط ما انا كنت متعود في ويندوز 7 اللي بخش عليه من باور اوبشن. تمام. Notifications button on. Notifications button ومعموله اون. Notifications طبعا زي ما انتم عارفين اي حاجه تخص الويندوز بتظهر على الشاشه، بمعنى مثلا يقول لك ايه your device مثلا is out of date، يجي مثلا يقول لك يعني انتوا هتكتشفوا اللي هيستخدم ويندوز 8 ان انا اما بعمل اما بحط مثلا فلاشه او بحط اسطوانه او كمان ده ما بقاش يطلع الدايلوج بتاع اوت اوف ديت ده متعود عليه، لا بيطلع نوتيفيكيشن بيقول لي يو انسرتد a flash drive you inserted a disk drive، وبرضه هنجربها وهنشوف واحنا بنخش بقى ماي كمبيوتر ونشوف ايه اللي ظهر. Power options button to act. Power option هي دي اللي احنا كنا بندور عليها. شفتوا بقى احنا مشينا قد ايه عشان نوصل لها، دي المفروض مايكروسوفت عايزاه نستخدمها. طبعا بالنسبه للشخص العادي الدنيا لذيذه جدا ما فيهاش اي مشكله، وكمان مش الشخص العادي عشان ما نضحكش على نفسنا، بالنسبة لمستخدمي الأجهزة التاتش زي التابلت مثلا أو بعض أنواع اللابتوبس اللي نزلت فيها شاشة تاتش، لكن بالنسبة لمستخدمي الماوس حتى الموضوع ما كانش لذيذ، وده اللي خلى مايكروسوفت غيرت الوضع وهنتكلم عنه ايه البديل. بس احنا حاليا هنجربها، يعني احنا لو دوسنا على بار اوبشن انتر كده Enter. Menu. Sleep. To move for like. طلع لي ايه الاختيارات زي اللي شفناها في الكومن دايلوج بتاع الشات داون اللي احنا عارفينه كان موجود من ايام ويندوز 2000 وميلينيوم. اول حاجه طلعها لي سليب، طبعا ما قالش حاجه، قال سليب سليب بس،
ده طبعا مش عيب في الجوس يا جماعة انه مثلا مش عارف يتعامل مع ويندوز 8، لا ده حقيقي فعلا مفيش اي اكسس كيز. ادي اسمعوا، S-J-R-U-U-I مفيش اي حاجة بيستجيب دي. فانت مضطر ان انت عشان تقدر تفتح الجهاز تقفله وتعمل ريستارت مش عارف ايه لازم يكون البرنامج ناطق شغال، غير ما احنا كنا متعودين قبل كده ان انا عايز اعمل شات داون فكنت ادوس ستارت منيو مثلا في ويندوز 7 وسهم يمين وانتر، اما ادوس ستارت منيو وثلاث اسهم يمين وار مثلا فيعمل ريستارت، سليب مثلا يعمل سليب، لوج اوف يعمل لوج اوف، لا مفيش الكلام ده. وزي ما انتم ملاحظين ده الكومن دايلوج بتاع ويندوز 8 قصدي بتاع العادي اللي هو بندوس الت اف 4 كان فيه ساين اوت، طبعا هنا احنا مش شايفين شات داون اس زي ما انتم شايفين شات داون ريستارت سليب اس، هما تلات اختيارات شات داون وريستارت وسليب، وممكن ننزل هايبرنيت زي ويندوز 7 بالظبط مفيش اي مشكله من باور اوبشن وبنختار انيبل هايبر سليب بنعملها اوف دي ما فيهاش مشكله. هتقولوا لي طب احنا دلوقتي عايزين نعمل ساين اوت، تعالوا افرجكم بقى مايكروسوفت عملت ايه عشان تعمل انت ساين اوت. Escape, leaving menu, input indicator button to activate, press space. Input indicator ده المقصود بيها يا جماعه الكيبورد، طبعا المفروض لو دوسنا عليها enter input indicator button to activate input indicator button to activate input indicator button مفيش لا حياه ما انت نادي دي، لان هو المقصود منها ان انت تدوس عليها تظهر الكيبورد التاتش، وللاسف لغايه النهارده يعني حتى جوس 15 اللي هو المفروض بقى بيدعم التاتش ما بيدعمش الكيبورد التاتش، وطبعا بالتالي معنى كده من غير ما اي حد يفكر ان انت لو جبت تابلت مضطر انك تجيب له كيبورد يو اس بي دي ما فيهاش خلاف، بس برضو مجهود يشكروا عليه ان هم قدروا يخلوك تستخدم ويندوز 8 تاتش عادي ما عدا الكيبورد، الكيبورد ده محتاج كيبورد عادي، وطبعا الواحد مش بيكتب يعني مش حاجه اساسيه ان انا اكتب يعني، وطبعا واكيد طبعا في التحديثات الجايه هيتطور لان هو يعتبر اول برنامج بعد الانفيديا عشان برضه الواحد يقول اهتم بالتاتش او برنامج بريميوم يعني. Input indicator. تمام. Change PC settings button to act. Change PC settings دي ليها دور كبير معانا وهنتكلم عليها، وطبعا دي من الحاجات ان لو دوست عليه دلوقتي الجوس هيسكت، لان زي ما قلت لكم اي حاجة من ضمن الابس الخاصة بويندوز 8 بتخلي يا الجوس يهنج، يا اما لو قفلت اليوزر اكونت كنترول بالشكل اللي احنا متعودين عليه البرنامج دي مش هتشتغل. فاحنا كده ايه خرجنا منه، نشوف بقى ويندوز 8.1 حل المشكله دي ازاي. في حاجه اسمها كومن تاسكس، دي عباره عن قائمه زي جو تو يا جماعه بتاعت النوكيا، الناس اللي عارفين فاكرين زمان كان في نوكيا في حاجه اسمها جو تو وتلاقي فيها شورت كاتس كده شويه ايه حاجات انا بضيفها بحيث ان انا اوصلها بسرعه، دي مايكروسوفت عملتها بويندوز اكس. بندوس ويندوز اكس كده بصوا يا جماعه هيحصل ايه، ويندوز اكس كونتكست منيو بروجرامز اند فيتشرز تو نافيجيت، جاب لي اول حاجه ايه بروجرامز اند فيتشرز، الحكايه دي يا جماعه موجوده من ويندوز 8 دي ما فيهاش مشكله يعني ما فيش اختلاف. تمام، باور اوبشنز او في باور اوبشن دي طبعا ايه زي ما احنا عارفين ما فيش اختلاف برضه، هي الباور اوبشن المعتاده بتاعت ويندوز 7. تمام، ايفنت فيور في ايفنت فيور سيستم وايد برضه هيجي وقتها، وسيستم ديفايس مانجر ام، وفي ديفايس مانجر نتورك كونكشنز دبليو، ونتورك كونكشنز. طبعا نتورك كونكشنز زي ما انتم ملاحظين يعني حبوا يقربوا المسافة قوي بين ويندوز 8 وويندوز 7، دي كنا احنا بنشوفها كونكت تولز بنضيفها في ستارت منيو فبنلاقي نتورك كونكشن، طبعا الكلام ده كان اتلغى في ويندوز 8 واضطروا ان هم يرجعوا في ويندوز 8.1 يعني زي ما احنا بنقولها كده بطريقتنا بناء على طلب الجماهير، لان فعلا ناس كتير اتضايقت من التغييرات اللي تمت في ويندوز 8 وان حاجات كتير مهمة جدا اتلغت يعني ديسك مانجمنت، برغم ان انا من وجهه نظري انا ما كنتش شايف انها تبقى هنا، بس هم حطوها برضو يعني كنوع من التسهيل، وهي موجوده برضو مكانها في ادمنستري اوف تولز
في كنترول بانل ما فيش مشكلة. Computer Management G. وكمبيوتر مانجمنت طبعا غني عن التعريف هي في نفس المكان برضو كنترول بانل ادمنستري اوف تولز. Command Prompt C. كوماند برنت طبعا معروفة اللي هو السي ام دي. اقدر بدل ما اكتب فرن سي ام دي افتحه من هنا برضو بويندوز A. Command Prompt Left Parent Admin Right Parent A. كوماند برنت ومعاك A ادمنستريتور بحيث ان اي حاجة تنفذها يبقى معاك زي ما انتوا عارفين طول ما اليوزر اكونت كنترول شغال بيمنع اي اكواد انها تتطبق. ده من ضمن البرميشنز برضه ده تاسك مانجر تي. تاسك مانجر طبعا غني عن التعريف اللي احنا كنا بنستخدمه بالت كنترول ديليت او ابتدينا في ويندوز 7 نستخدمه بالت بكنترول شيفت اسكيب بحيث انها ما عديش على المنيو اللي فيها تاسك مانجر اللي فيها لوك كمبيوتر واللي فيها تشينج باسورد مش عارف ايه ما تبقاش كبيره يعني. فهنا برضه لو دوست عليها يدخلنا على التاسك مانجر فعلا على طول. تاسك مانجر كنترول بانل اي. كنترول بانل كنوع برضه. فايل اكسبلور اي. فايل اكسبلور هيفتح لي ماي كمبيوتر بس زي ما يكون دوست ويندوز اي زي ما احنا متعودين. سيرش اس. سيرش. سيرش طبعا الناس هتفرح وتقول لي يا سلام طبعا رجعوا لنا السيرش بتاع ويندوز اكس بي. لا للاسف يا جماعه ما حصلش. سيرش كل اللي هيعمله هيفتح ستارت منيو وهيفتح لي الايديت الخاص بالسيرش. معلش يا جماعه بقى كان نفسي ان افرحكم يعني. ران بار. ران طبعا غنيه عن التعريف ران زي الموجوده في ستارت منيو لان للاسف يا جماعه من ضمن برضه اللي انا هقوله لكم ان ران مش موجوده في ستارت منيو تخيلوا. فانت كان البديل عنها عشان تجيب ران اللي خلاص ان اتعودوا على ويندوز ار. ويندوز ار هيجيب ران على طول. بالنسبه للماوس بتفتح ستارت كنت بتفتح اللي هو السايد بار اللي احنا دخلنا عليه ده او في حاجه تانية اسمها تشارم منيو هنتكلم عنها برضو ومن خلالها بنلاقي ران لفه برضو طويله بالنسبه للماوس يعني بالنسبه انت تستخدمك الكيبورد هتلاقي حاجات كتير ايه مش هتحس بتغيير. فطبعا كانوا مضطرين ان هم يحطوا ران في مكان يبقى سهل انك توصل له على طول. Shut down or sign out submenu U. ايوه وصلنا للي احنا كنا بندور عليه اللي هم حاولوا يعني يعملوا عارف انت حاجه بوظتها عايز تصلحها تحاول ترققها بس برضه ايه مش بالطريقه زي يعني شغل بقى الناس ان هو محترفين يعني زي ما احنا بنقول. لا هم حاولوا يعدلوا على نفس الوضع فبالتالي ده طلع بالشكل ده بس مشكورين مش مشكله. يعني احنا بقى دلوقتي عايز انا اعمل شات داون بدوس ويندوز اكس ويو يو فخلاص اعمل شات داون خلاص بقت الموضوع ما فيهوش مشكله. فبرضه انا هفرجكم عليه اهو شات داون ساين اوت سب منيو بقى شات داون ساين اوت سب منيو ساين اوت اي اول حاجه ساين اوت سليب اس سليب شات داون شات داون ريستارت ار ريستارت ونفس ايه نفس الاكسس كيس اللي احنا تعودنا عليها شات داون يو وريستارت ار وسليب اس Shut down sleep S sign out I. وساين اوت اي انا لسه بشوفها معاكم دلوقتي حالا اي. Shut down desktop D. ديسكتوب طبعا لو انت فاتح ستارت منيو وجبت القايمه دي بالمناسبه القايمه دي يا جماعه بتيجي بكليك يمين من اقصى الشمال يطلع لي نفس القايمه. لكن بالنسبه لنا احنا بندوس ويندوز اكس في اي مكان انت واقف فيه بيطلعها. Programs and features F. طبعا رجعنا ايه البروجرامز اند فيتشرز. طبعا زي ما انتم شايفين يعني تعتبر حل مشكله كبيره جدا. كان الاول لو برضه حد سمع كان في ناس بتعمل شورت كات للامر بتاع الشات داون وتحطه على في ستارت منيو وكان طبعا نزل بعض برامج بتعمل الميزه دي لوحدها يعني تتسطب برنامج يحط لك ايقونه شات داون ايقونه ريستارت كلام باور اوبشنز او ف يعني مشكورين حلوا لنا المشكله. نرجع بقى مثلا ستارت منيو ايه لو انا كنت عايز اعمل ساين اوت قبل ما الكونتكست منيو دي تبقى موجوده كنت بعمل ايه؟ مالتي سيلكت ليست اقوم فاتح ستارت منيو اهو ابس بتن تو اكتيفيت في ابس اكونت بيكتشر بتن تو اكتيفيت اكونت بيكتشر كنت بدوس عليه ابلكيشن تو موف فور لايت اوف تشينج اكونت بيكتشر سي تشينج اكونت بيكتشر لوك ال لوك زي المعروفه زي ويندوز ايه يا جماعه ساين اوت اس وساين اوت تمام اسكيب ليفنج اسكيب ده باختصار يعني الفروق دي الجوهرية اللي موجودة بين ويندوز 8 ويندوز 8.1. هنرجع برضو من ضمن الاختلافات اللي عدتني هنرجع للديسك توب ويندوز M folder view list view Zillow 12 of 15 home محمد. اول حاجة طبعا اسم اليوزر خلاص ده ما فيهوش مشكلة زي ما هو.
هتختلفوا، آسف يا جماعة، هتكتشفوا حاجة غريبة جدا. زي ما تقولوا مايكروسوفت اكتشفت ان الكمبيوتر لما حد بيستخدمه مش شخص واحد بس بيستخدمه، يعني كان زمان بنا ايه ماي كمبيوتر، راح قال لك لا خلاص خليها كمبيوتر بس، على اساس ان برضه ما يبقاش محدد ان هو بتاع شخص معين. زهقوا الظاهر يا جماعة، فعملوا حاجة مختلفة خالص مش تتوقعوها. يعني لو فكرتوا شوية كده، مش عارف ممكن انت ده يعني فكرت في ده، عمل ايه بقى؟ اسمعوا كده، اس بي سي زيف بي سي، كأنه يعني يا جماعة ايه بشاور عليه، بس من قريب طبعا الناس اللي هم ايه كلغة كويسة نتورك بالنسبة للانجليزي. اس بي يعني سي خلاص حتى يعني المصطلح نفسه غريب جدا. هنكتشف بقى، يعني هندخل على الكمبيوتر كده بشكل عام، هنكتشف حاجات غريبة جدا. قبل ما ادخل على ماي كمبيوتر هقول لكم بس ان ماي كمبيوتر في ويندوز 8 ما كانش فيها اي مشكله، كانت زيها زي ماي كمبيوتر اللي في ويندوز 7 بالظبط، ما عندناش اي اختلاف. لكن عندنا في ويندوز 8.1 حابب يا جماعه اعملوا لنا ايه شويه تعديلات كده. انا من غير ما اتكلم هتفكركم بحاجه، اسمعوا كده، نخش على ماي كمبيوتر. Enter. This PC items view multi select list box. Folders expanded. Not selected desktop. 1 of 14. Documents. فاكرين؟ الحاجات دي كنا دايما بنشوفها في المنتزهات المعدلة الـ XP، كان بعض الناس بيقوم ايه معدل وحاططك شوية حاجة. Downloads. اعمل لك ايه بقى؟ يعني كان احنا الاول، وصراحة انا من الناس اللي كانت مبسوطة من الحكاية دي، ان في ويندوز 7 ويندوز 8 كانت متقسمة جروبس، يعني في جروب ده هارد ديسك درايفز بيقولك ايه اكسباندد وكولابس، بيبقى موجود فيها البارتشانات سي والدي والاي او حسب عدد البارتشانات اللي انت عاملها. إيه كان بيبقى فيه مثلا ديسك درايفز ومعموله اكسباندد وكولابس. لكن حاليا بقت حاجه غريبه جدا يا جماعه، مفيش اي نوع من التقسيم، وانا صراحه مش لاقي تفسير. يعني بص هتشوفه، Documents. Desktop. اول حاجه ديسك توب، لو دوست عليها طبعا اهي Enter. Desktop. Items view list box read only to move to a Dropbox. Skype talking. زي ما انتم شايفين ايه رجعني للديسك توب بس على هيئة ليست فيو، يعني بتحرك بسبب فوق Skype وتحت talk. عادي كده. Drop. Check for. تمام. This PC. Items. Documents. Documents طبعا غني عن التعريف، اللي هي documents اللي موجودة اصلا جوه اليوزر ده على الديسك توب. فانا برضو مستغرب، طب انت حاجة موجودة بره على الديسك توب، كان ايه فكرتك ان انت تدخلها لي جوه تاني؟ بس بغض النظر هي ممكن نقول كنوع من التسهيل، او لو واحد مش حابب يحط الايقونه على الديسك توب، لان صراحه يعني الواحد مش متعود على وضعها كده. انا اول ما شفتها في ويندوز 7 كانت مضايقاني صراحه، فكره ان انا خلينا انا عايز اخليها ادمنستريتور، يبقى كل ما اعدي على عدد اللي هي الشباب ماي دوكيمنت في اكس بي الاقيها مكتوبه ادمنستريتور. الكلام برضو يعني طبعا اختلاف وجهات نظر، وانا هسمع منكم برضو ارائكم ونحاول نشارك بعض. في داونلودز، داونلودز طبعا بتدخلنا داونلودز هي الموجوده في اليوزر، اللي هو لو دخلت مثلا عندي انا محمد هلاقي نفس الكلام. Enter. Downloads. طبعا هنلاقي جوه ايه الفولدرات الخاصه بالاي دي ام، document compressed document music program video. وطبعا لو انا عامل داونلود مثلا بفايرفوكس مباشر، فبالتالي هيحط لي الحاجات دي في داونلودز، مفيش مشكله برضو زي ما احنا متعودين. This PC. Music. Music. طبعا زي ما انتوا عارفين نفس الميوزك اللي موجوده برضو في دوكيمنت في اليوزر اسمه music. طبعا هنا فاضيه لان This PC. انا ما بحطش فيها حاجه. Pictures. Pictures نفس الكلام، نفس فيديوز. فيديوز. Devices and طب قبل ما اخش بقى على بقيه على استعراض بقيه ماي كمبيوتر، هنشوف حاجة تانية برضو، نشوف ايه الفرق بينها وبين لو انا دخلت على محمد من الديسك توب. بص يا جماعة موجودة زاد ايه كونتاكتس اللي خاصة بالاوتلوك، الديسك توب موجودة، داونلود، فيفورتس اللي هي طبعا ايه المواقع المفضلة بالنسبة للانترنت زي بالظبط كانت موجودة في اكس بي، لينكس، ميوزك، بيكتشرز، ميوزك بيكتشرز، هوم كونتاكت، سيف جيمز، سيف ذا جيمز، سكاي دروب، فيديوز، سكاي درايف فيديوز. يعني ايه حطيت الحاجات الكامون قوي اللي انا ممكن احتاج لها فعلا. تمام. ويندوز ليفت بارنت سي كولن رايت طبعا ايه بنتحرك بقى ويندوز سي. محمد ويندوز ديفايسز اند دروب فولدرز ديفايسز. بصوا يا جماعه انا قبل ما اكمل طبعا ايه
هو مقسمها اتنين جروب، الجروب فور اللي هو ميوزك فيه documents وميوزك وفيديوز ومش عارف ايه، ده مش عامله اي تقسيم او معمول اهو test folders left parents folders test dump pictures devices and drives وهعملك devices and drives. طب انت ايه يا جماعة ايه الفكرة؟ ما كان كفاية devices لوحدها والدرايفز لوحدها، وده اللي احنا كنا مبسوطين بيه، او انا بتكلم يعني ايه بشكل شخصي وبرضه هسمع منكم. لا كده خلى لي ايه بقى؟ بقى بصوا Windows left parent C colon right parent Muhammad left parent D colon right parent Source left parent E colon right parent Movies left parent F colon right parent Games left parent G colon right parent DVDRW drive left parent H colon right parent CD drive left parent I colon right parent DD-ROM drive left parent J colon right parent. طبعا زي ما انتم شايفين حطيت الهارد ديسك ومعاه الدي في دي والسي روم مثلا، او مثلا انا ماكب فلاشه او كلام من ده. طبعا ده بيخليني ان انا افضل حاجه عشان اوصل مثلا لفلاش انا ركبتها ان انا اكون عارف اسمها ايه، واقوم دايس مثلا وليكن كينج ستون دايس كي فيوصل لكينج ستون على طول. ليه؟ لان حاليا ما بقاش في فكره الجروبس اللي كانت موجوده، او بقى ان انا ادوس اند واوصل لها على طول، وبرضه حل من الحلول. يعني بشكل عام هي الفكره مش مشكله كبيره، بس يعني زي ما احنا دايما ايه يقول لك اللي اتعودت عليه، فاحنا كنا اتعودنا على النظام بتاع ويندوز 7 خدنا وقت طويل جدا. اهم حاجه بقى، بس دي طبعا ايه في ويندوز 8 و8.1 دي ما فيهاش مشكله، ان هي مايكروسوفت اتكلمت عليه من بدري جدا يا جماعه. طبعا احنا استخدمنا الريبن مينيوز، طبعا اول ما بنسمع الكلمه دي يعني ناس كتير بتتضايق منها، رغم ان الجوز عامل حاجه اسمها فيرجوال ريبن مينيوز، بس للاسف انا عن تجربه شخصيه اكتشفت ان الكلام ده ما بيتمش الا مع الورد بس. لكن بالنسبه هنا الماي كمبيوتر لا ما بيقدرش يتعامل بنفس النظام، فبنضطر ان احنا نتعامل بطريقه الهيبن اللي هي العاديه. طبعا يا جماعه مايكروسوفت كانت بتمهد لنا ان احنا ناخد على نظام الهيبن من اول ما نزلت اوفيس 2007، ده قبل طبعا اما يظهر معانا ويندوز 7، وحاولت تعودنا عليه مره تانية اما نزلت لنا الوورد بيد في ويندوز 7 القوانين بتاعته هيبن، واكيد طبعا ايه ناس كتير اتعاملت معاه وشافت الموضوع. فاحنا هنستعرض هيبن كده منيو ونشوف ايه اللي موجود فيه. Application menu button drop down grid. اول حاجه application menu. Pressed. Lower ribbon. Land to move for left. Escape. ثانية واحدة كمان. Leaving menus. Applic. Leaving menus. This PC items. DD-ROM drive left. DV. Devices and folders. Device. Width. Source left. Parent. E colon right. Windows left. Source left. Enter. Items view list box read only to move to an. Escape. Items view multi-select list box. Not selected. ACD Pro application menu button drop-down grid. Properties button to add. Application menu button drop-down. Prop new folder button. Customized quick access toolbar button to add. Lower ribbon. Ribbon tabs tab. Home tab. 1 to 4. The switch pages. ادي اول حاجة ايه ribbons home. Share tab. 2 to 4. Share. View tab. 3 to 4. View. Land. بس. تمام كده يا جماعة. Leaving menus. Leaving ribbons. Customized quick access toolbar button. Escape. Items view multi-select list box. Not suppressed. Lower ribbon. Land. To move through. Land. طبعا. Escape. اهم حاجه اللي هي عمال يقول ابلكيشن اكسس دي زي بالظبط اوفيس منيو، يعني لو دوست ويندوز اف على طول اهو كونتكست منيو هيقوم ايه داخل عليها لاند بلس نم لوك بلس نم لوك اون نم لوك اون اسكيب ليفن منيو سورس ليفت نم لوك اوف بي سي كرسر اول ديف لوور ريبن لاند تو موف فور ليفت اسكيب اسكيب سورس ليفن سورس ليفت جيم اول تو Source left parent need unloading jaws. طبعا كده يا جماعه دي من ضمن الحاجات اللي هنشوف. Taskbar. New source E window. Open command. Open windows PowerShell. Open new window grouping. Open new windows split button. Open selected location. Open command prompt grouping. Open windows PowerShell group. Delete history sub menu. Help grouping. Help split button. Get close. Close this window. All frequent places group. Pictures alt F. Music alt F. كان فاتح قائمة فايل بالظبط يا جماعه. Videos alt F. Office 2010. Office 2010 E. Mini alert. Note Marbuda alert. Jaws E. Alt internet. Application menu. Items view list. Exit end. اما بقى بالنسبه لدقيقه ال Jaws for Windows is ready. Source left parent E colon right parent. Items view multi select list box. Not selected. A properties button to add. New folder button. Customized quick access toolbar button to activate. Press space bar. طبعا في new folder وفي quick access. Ribbon tabs tab. Home tab. 1 to 4. The switch pages. Press control tab. Alt followed by H. ادي home. لو دوسنا على Space selected. Lower ribbon. Land. To move for left. Land. 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 لا واضح ان Jaws enter. الجوس مش مستجيب معانا، فهنستنى الفيديو ونفرج بيه على الكلام. Source E. I'm game. Source E. Ribbon property page. File button. Application menu drop down button. Grip button. Button. Quick access toolbar. Toolbar. Properties button. Show the properties for the new folder button. Create button. Customize quick access. Ribbon tabs tab control. Home tab sub menu off space. Pane. Source E. Window. Ribbon property page. Ribbon tabs tab control. Home tab press. Paste button unavailable. Cut.
source E window. طبعا يا جماعه ايه هنرجع تاني يعني كمان ادي ايه file button application menu drop down button grids up button button quick new folder button create button customize quick ribbon tabs tab control home tab sub menu space fresh A source E paste button unavailable copy button unavailable ايه copy to select items to the clipboard all H0 نفس الكلام بتاع الاوفر paste button copy patch button organize tool copy the drop down delete grouping rename button new toolbar new easy access drop new folder button create a new folder all easy access drop down button sub open toolbar drop edit button unavailable select toolbar select طبعا انتوا متخيلين انا بتحرك ازاي بتحرك بسميمين وشمال او بالتاب زي ما احنا متعودين invert selection button reverse the current so select none button clear all your selections alt a select all open toolbar history button show hist edit button unavailable edit the selected open grouping unavailable open the proper new toolbar easy new folder organized delete group copy the drop move the drop down clipboard tool paste button unavailable home tab sub menu alt h طبعا عشان ارجع بدوس escape ضغطة واحدة بس فيرجعني home tab نتحرك بسهم يمين share tab sub menu alt s share tab طبعا يعني file button application menu drop down button grid sub menu open new windows change advanced folder and search options and more alt f طبعا ايه هو اتكلم عنها button button quick access toolbar toolbar properties button show the properties for new folder button create a new property بس ان انا items new list ace ribbon property button button quick access to new folder button create button ribbon tabs tab control home share tab new tabs up menu alt v drive tools group new tabs up menu alt v طبعا view pane source e window ribbon property details pane button navigation pane drop down button sub menu choose what to display details pane button layout toolbar views group and change your view views drop current view toolbar sort by drop down button sub menu sort the items in this tab columns drop down button show slash hide toolbar hide name extension check up hide selected items button the toolbar options group and change settings for opening show slash hide toolbar hide selected items button unavailable hide the selected files or folders alt v h s طبعا زي ما انتوا خايفين بيقول لي hide selected لان folder option ما بقتش كامله زي ما احنا كنا متعودين عليها عايز انا اجيبها ممكن اجيبها من كنترول بانل ولا فولدر هوبس لكن انا عامل ايه زي ما انتوا شايفين file name hide file name extension checkbox not checked show hide the set of characters added to the end of files that identify file file name extension طبعا اللي احنا بنظهر ده هو كنا بنص alt t o كنترول تاب وتاب ونختار ايه hide extension for non files فانا بعمله تشيك بوكسز وطبعا بيقول لي ايه على الاختصارات الخاصه بيه hide selected items button unavailable hide the selected file name extensions checkbox not checked show hide the set of characters added to the end of files that identifies the file type or format alt v h f يعني انا لو عملت alt v h f هيعمل hide the file name او show the file name شايفين يا جماعه السهوله hide selected items button unavailable hide the selected files or folders alt v h s hide اللي هتبقى Alt V H S toolbar options group and change settings for opening items file and folder views and search options split button طبعا هي دي كأنها دخلت على folder option كأنها دوست Alt T O options list change folder and search options check Alt V تمام pane source E window ribbon proper view tab sub menu يعني الفكرة بشكل عام عن file button app open new window group عن الريبن header header name status bar address e search box edit namespace items view list acd pro 8 put انا طبعا ايه عايز اتكلم يا جماعه بشكل عام عن برضه حاجه تانيه زي ما كنا اتكلمنا الاختفاء من ويندوز 8 و 8.1 انه خلاني ان انا ممكن ادخل على الديسك توب مباشر بدل ما اضطر ان انا افتح ستارت منه وبعد كده ارجع للديسك توب فده بيتم ازاي احنا طبعا زي ما اتفقنا ان لو انا وقفت على الشمال خالص ستارت منيو ودوست كليك يمين مش هيجيب لي البروبرتيز بتاعت التاسك بار اللي احنا اتعودنا عليها هيجيب لي الكونتكست منيو اللي هي اللي انا وريتها في الايه كونتكست منيو بروجرامز اند فيتشرز اللي هي فيها بروجرامز اند فيتشرز وشات داون والى اخره طب احنا عايزين نوصل للثانيه اللي احنا اتعودنا عليها بنعمل ايه؟ Notification chevron task bar applications close window escape Notification chevron button application properties lock the taskbar task manager lock properties are enter leaving menus taskbar and navigation properties dialog taskbar page lock auto dash hide the taskbar checkbox not checked lock the taskbar check taskbar tab the switch page هنستعرض واحدة واحدة اول التاسك بار lock the taskbar checkbox checked طبعا check ده عادي دوك زي التاسك بار احنا عارفينه على اساس ان ما يسمحليش ان انا التاسك بار اخليه فوق تحت يمين شمال زي